اليوم وجدت لكم 10 ديال القطع ديال الذهب، شي حاجه اللي زوينه والاستعمال اليومي. كل واحدة تقلب على غورمان شي حاجه اللي خفيفه وجدتها لكم اليوم، والسيدات اللي تقلبوا على خويسمات شي حاجه اللي زوينه وعمليه والاستعمال اليومي حتى هي كاينه اليوم. غنبدا لكم باول حاجه، الحلقات ديال حريم السلطان مطلوبين دابا، الثمن ديالهم اللي هو 2200 درهم الصح والعمل والمتان. 2200 درهم حلقات غزالين، شي حاجه صحيحه بالقطيب الصح والعمل والمتان. من بعد الا بغيتي تكملي اونصومبل ديالهم راه ديسپونيبل عندنا. عندنا الخويتمات تاوما غزالين تبارك الله ما شاء الله، خويتمات روعه. شوف كي داير الخويتمات بالوريضات بالعريشات، الثمن ديالهم اللي هو 1800 درهم 36 ريال 180 ديال الاور. هادو خويتمات اللي بغيتي فيهم ب 1800 درهم، اللي بغيتهم دير لهم سكرين ومرحبا الف مرحبا بكم. عندنا لا غورميت لي غزاله ديال لانفيني، شي حاجه روعه تبارك الله، الثمن ديالها اللي هو 1600 درهم 32 ريال 160 الاورو. شو لا غورميت كي تجي تجي حليل في اللبسه ديالها ملي تتحط على اليد، الثمن ديالها اللي هو 1600 درهم 32 ريال 160 الاورو. وعندنا لا غورميت ديال كينزو، شي حاجه صحيحه الموتيف ديالها راه صحيح، الثمن ديالها اللي هو 1400 درهم 28 ريال 140 ديال الاورو. وجبت لكم سلسله ديال الغورميت اللي قصيره، الطول ديالها 42 سنتيم وغليظه كي كتشوفوا مع تعليقه ديال التخرام، الثمن ديالها اللي هو 3900 درهم 390 ديال الاورو، شي حاجه روعه تبارك الله 390 الاورو. كاين ايضا هذا الخاتم ديال رافينيتي، شي حاجه غزال، هذا مطلوب دابا في السوق.